السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وصلني فيديو يتكلم هذا الفيديو عن يعني وصلني العفو تعليق كومنت يتكلم انه هل اني البريود اللي اخذها للكالبريشن نفسها للفاليديشنز، يعني شنو اسوي شنو احدد، مثل ما طبعا ضمن سلسلة البلاي ليست الخاص بالسوات كاب. احنا نعرف عندنا بالسوات كاب عندنا انسرتينيتي راح نحلل وتحليل حساسية وكالبريشن فاليديشن. فالكالبريشن والفاليديشن يحتاجون شنو؟ يحتاجون فترة شنو زمنية اللي نختار بيها الفاريبل اللي أنا حاشتغله أطلع نتائجه بالسيموليتد. لازم عندي نتائجه وين موجودات؟ موجودات بالفولد ميجرمنت أو الأبزرفيت. ففترة الفاليديشن لازم تختلف عن فترة الكالبريشن. فشنو اسوي بالطريقه اللي تعلمناها هاو تو، يعني شلون اني انشا يعني طريقه الانشاء هاي الخاصه بالفاليديشن والكالبريشن. هاي الطريقه اللي هنا، هاي الطريقه تقدر انت تنشئها مباشره مثل ما تعلمنا. اكو فيديو انا سويت لكم اياه خاص عن طريقه استخدام الاكسل بانشاء البيانات الفيلد ميجرمنت باستخدام الاكسل حتى نستدعيها البرنامج سواتكا. فش تسوي انت على جهه؟ تكتب الكالبريشن بريود والفاليديشن بريود. هنا الديتا بوينت، اول شيء انا عندي الفتره يعني الوقت اللي اعرفه. انا بالمناسبه شغلي ران اوف سيرفيس ران اوف، فعندي فتره الكالبريشن راح اخذها من 2000 الى 2009. تمام، هاي من 2000 عندي البيانات مالتها شهريه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ارجع 2001 1 2 3 الى حد 2009 كلها اخذها. تمام، هاي قيم من هاي الصفة، هاي قيم التصاريف بوحدات المتر تكعيب على السكند. اوكي، يعني نجي هاي شنو صفها البوينت تسلسلهم، فش قد قيمة البوينت ديتا لهم 120. فمثل ما تلاحظ انا هسه ثبتت على حسب البيانات المتوفرة عندك، يعني جزء متوفر عندك فقط سنتين، بس انت كل ما زارت عدد السنوات الدقة راح تكون لك افضل. فهنا البوينت ديتا هي 120 بوينت. الفاليديشن اختاريت بال 2010 الى 2015. هاي مثل ما تلاحظ الفلو اوت، هذا شنو يقصد بها؟ هاي قيمة من؟ هاي قيمة التصاريف الفعلية اللي جبناها منين؟ من الهيدرولوجيكال ستيشن. فمن 2010 الى 2015 كل هالحد اخر شيء 2012، ايش قد البوينت ديتا؟ 72، وهاي بصفها قيم التصاريف الفعلية. تمام، عين السيرفيس رنوف، فهاي 72. فضروري هاي تم من البداية تحضرهم هالشكل. بعد ما عرفت شلون تحضر هذا الجدول هذا الوسطي، شلون احضره بالاكسل حتى بعدين تستدعي للسوات كاب، لازم تعرفوا انت الكالبريشن بريود والفاليديشن بريود. تمام عيني، شوف هسه انا راح اسوي لك هذولي بهذا اللون، هذولي يمثلوني للكالبريشن بريود، وهذا الثاني البوينت، وهذا النوع الثاني هذا يمثل لي للفاليديشن بريود. هاي لاحظ هنا هاي فترة عندي الفاليديشن بريود. لازم شيء تنتبهنا انه الفترة اللي انت تاخذها للكالبريشن تختلف عن الفترة اللي انت تاخذها للفاليديشن، يعني ما يصير نفس السنوات تاخذها للكالبريشن هنا نفس تمشيه للفاليديشن، غلط، يعني تقييمك خطأ. تمام عيني، فهاي ضرورة تدبولها. حبيت انوه عنها لان سألت هواي عنها بالفيديوهات انه شلون نسوي ايش قد نختار، هذا الامر جدا ضروري تنتبهوله. تمام عيني، فهاي فترة الكالبريشن وفترة الفاليديشن حاول تحضرهن من البداية حتى بعدين من تستدعيه للسوات كاب، وكذلك بين البوينت لان تحتاجهن بالسوات كاب من تدخل البيانات. ان شاء الله يكون هذا الفيديو هو قصير لكنه تعليمي ضمن جزء معين. هاي ضروري تنتبهوا لها لان انا احد الاشياء الضرورية اللي احتاجها هي فترة الفاليديشن بريود والكالبريشن بريود، احددهن من البداية منين يا سنة تبدي، وكذلك الديتا بوينت اللي هي خاصة بهاي البوينت الموجودة هنا. إذا عندكم سؤال أو استفسار ضمن هذا الفيديو تقدروا تراسلوني على القناة ضمن الكومنت الخاص بهذا الفيديو، وإن شاء الله نجاوبكم. نلتقيكم بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.